استعدادي لمسيرة السيارات. شنو المطلب ديالكم؟ الماء ضعنا بغينا الماء. روح شنو المطلب ديالكم؟ المطلب ديالنا الماء. المطلب ديالكم وهو يعطيونا التور وحنا حشينا بالحفرة قرونا هاد الناس هاد حيت واحد الجهة كيعطيو لها الماء وواحد الجهة كيسقطوها حنا حشينا بالحفرة هاد الشيء هي المطلب ديالكم يا استاذ. المطلب ديالنا الماء الاشجار مشى وكل شيء بس كل شيء مشى المطلب ديالنا هو الماء السقي صافي. شنو المطلب ديالكم؟ المطلب ديالكم بغينا يعطيونا الماء عطاو الماء البو عرق يعطيو الماء تيستو في صحاب الشمندر وحنا ما كيعطيوناش حنا الماء تحياتي المطلب ديالنا هو الماء الماء ولا غير الماء. شكرا. المطلب ديالكم؟ المطلب الدور المائي لا أقل ولا أكثر. هذه مسيرة سلمية. لا نريد أي شيء سوى
الدور المائي. شكرا 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 استاذ. صبر في خطر فداعم هذا عهد صلى 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 في خطر اللي باقي يا ابن عفان شنو شنو المطلب ديالكم؟ طالبوا غير بالحقوق ديالنا. حنا يا صحاب الصبره ما عطاوناش الماء، عطاو الماء البوعرك، عطاو الماء لتيستوطين وحنا ما عطاوناش الماء. حنا خلوش من جهه الشن ذاك المشروع كان قال لنا غادي نعطيكم الماء الاول انتم صحاب الصبره، وبالتالي ما كان والو. صافي تحيه برافو عليك. درنا درنا نصر يا جندر زيد زيد
بلاتي من هدر خليني نشوف. سيدو اسيدي مسيرة سلمية. تحية نضالية، أشنو كتقول هادشي كامل؟ شنو كتقول في هادشي هذا؟ Thank you.